مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة 41. اجتزنا كل هذه المراحل معا على حلقة 41. شاهدوا المسار مختلف كليا. يا إلهي وأكثر ضيقا المسار ضيق، سوف نلمس الحواجز. لا مررنا، إذا مررنا من هنا فإننا سوف نجتاز كل المراحل. الجدران تتحرك، الجدران تتحرك. نتوقف، نتمهل الفرامل إلى الخلف قليلا. ثم إلى الأمام نسرع. ومررنا من الجدران، مررنا من الخلف، ناقل السرعة إلى الخلف ثم إلى الأمام. شاهدوا المقود، كيف نتحكم في المقود. هذه هي طريقة المقود. أين هو الطريق؟ نسرع. وصلنا بسرعة الضوء، ننتقل إلى المرحلة الموالية والمرحلة 42. شاهدوا معنا. المسار ضيق كليا. ندير الكاميرا هكذا، ننتقل إلى الأمام قليلا ثم إلى الخلف، ناقل السرعة هكذا إلى الخلف. ثم إلى الأمام الفرامل، المسار صعب جدا. ننتقل إلى الأمام هكذا ثم إلى الخلف. ببطء الكاميرا من هنا. الأضواء منيرة. الفرامل كيدنا نلمس الحاجز. يا إلهي هذا الحاجز أو هذا المسار. شاهدوا سنتيمترات قليلة ونلمس الحاجز. إذن ناقل السرعة إلى الخلف. كيف سنخرج من هنا؟ كيف يا إلهي؟ أعتقد لن نستطيع الوصول. نتوجه إلى الأمام قليلا. الفرامل ثم إلى الخلف، إلى الأمام الفرامل ثم إلى الخلف. توجه إلى الأمام هكذا ثم إلى الخلف. هذه هي الطريقة الصحيحة، إلى الأمام، إلى الأمام ثم إلى الخلف. أعتقد سوف نصل إلى خط النهاية. إلى الخلف هكذا إلى الخلف. وصلنا. شكرا لكم على متابعة الحلقة، إلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.